بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إن شاء الله هكمل بعض المحاضرات اللي اداها لكم الدكتور حازم، مجموعة من المحاضرات. كان المفروض نتكلم في موضوعات، خمس ست موضوعات، بس إن شاء الله هنختصرهم إلى ثلاث موضوعات مهمين بس. يعني الموضوع بتاع النهاردة الـ Composite Pre-Stressed Beams. أنت أخدته قبل كده الأعمدة، العمود عبارة عن خرسانة وحديد تسليح. لما بنيجي نجيب الكاباستي او الالتيميت لود بتاع العمود، بنضرب 35% اف سي يو في مساحه الخرسانه زائد 67% اف ييلد في مساحه الحديد. الحقيقه ده يعتبر كومبوزيت لانه بيكون مادتين، خرسانه وحديد. بس احنا ما بنقولش على العمود ده كومبوزيت، ولا هو ولا الكمرات اللي احنا درسناها اللي هي بتتكون برضو من حديد وخرسانه. الحديد بيشيل التنشن والخرسانه تشيل الكومبريشن، فهي في الاصل هي ماده كومبوزيت، بس احنا ما بنقولش عليها كومبوزيت لان شايلين المسمى ده لحاجه تانية اسمها مثلا كومبوزيت كونكريت كولوم. لما يبقى عمود الخرسانه عايزين نزود الكباستي بتاعته وما عندناش فرصه ان احنا نكبر الابعاد، ممكن نحط جواه ستيل سيكشن. ده الكلام ده ممكن يستخدم في الهاي رايز بيلدينج والحاجات اللي احنا محتاجين، او قطعات الاعمده تطلع كبيره فبنحاول نصغرها شويه نقوم نحط جواها ستيل سيكشن، بنسميه انكيسد كومبوزيت كولوم. انكيسد يعني الخرسانه بتحيط بالقطاع المعدني. ممكن حاجه تانية اسمها تيوبلر كومبوزيت سيكشن. تيوبلر يعني تيوب يا اما اسطوانيه يا اما تيوب مستطيله او مربعه من الصلب ونحط جواها خرسانه. ففي الحاله ديت الحمل هيتشال بالخرسانه الكونفايند اللي جوه الحلوه ديت والحديد المحيط بيها. والكود المصري في صفحتين للموضوع ده في الكومبوزيت كونكريت كولوم، برضه بيجيب الالتيميت لود، الجزء اللي بتشيله الخرسانه، وبعدين الجزء اللي بيشيله الرينفورسمنت، وبعدين الجزء اللي بيشيله الستيل سيكشن، ويبقى مجموع الثلاثة دول هو مقاومة أو اللي بتشيل العمود. وفي تفاصيل أكتر عن الموضوع ده موجودة في كود الستيل شابتر كامل، سواء في الوركينج ستريس ميثود أو ال ار اف دي. في نوع تاني من الكومبوزيت في الحديد برضو مش تبعنا، لكن انت بتشوفه كتير وانت ماشي في الكباري، بتلاقي بنعمل المينجردر الكوبري حديد، وبعدين نيجي نصب فوق منه بلاطه خرسانيه مسلحه مربوطه كويس قوي مع الستيل سيكشن عن طريق حاجه اسمها الشير كونكتورز. الشير كونكتور عباره عن ستادز، عباره عن مسامير كده ملحومه في الستيل جردر، ولما بتصب عليها الخرسانه بتمسك في الخرسانه، وبالتالي الاثنين بيشتغلوا مع بعض كتي سيكشن فيما هو قادم من احمال. بمعنى ان انا لما بحط الستيل جردر لوحدها الاول بتبقى شايله نفسها، بصب البلاطه الخرسانيه عليها تبقى الستيل جردر شايل البلاطه. بعد البلاطه ما تتسلط بعد مده، واجي بعد كده احط مثلا اسفلت، امشي عربيات، اللي بيقاوم المومنت بتاع الاسفلت، وزن الاسفلت والعربيات، مش الستيل لوحده ولا الخرسانه لوحدها، ده الاثنين مع بعض كسكشن كومبوزيت سكشن، الاثنين مع بعض بيشيلوا الحمل اللايف لود، الحمل اللي جاي من العربيات، المومنت اللي ناتج من احمال العربيات بيتشال على التي سيكشن اللي هو خرسانه وحديد. برضو مش ده موضوعنا، امال ايه موضوعنا؟ موضوعنا الكومبوزيت بريستريسد بيمز. الكاميرا البريستريسد لما نيجي نعمل كوبري، ممكن نيجي جنب الكوبري كده ونعمل كاميرا نصبها على الارض وبعدين نعمل لها بريست ريسنج. واضح هنا ان الكاميرا دي بوست تنشن لانها مكونه من ثلاث كابلات وكل كابل جواه عدد من السيفن واير سترانس، فدي تبقى بوست تنشن. اما لو كانت بري تنشن ده موضوع تاني هنشوفه بعد شويه، انه بيبقى عدد كل استراندايه من دول بتبقى لوحدها مش ماشيه في الخرسانه، لان هناك بيعتمد على البوند ما بين الستراند والخرسانه. اما هنا الربط في الاخر ميكانيكال بوند، يعني مفيش بوند ما بين الاثنين، او اللي انا اعتمد عليه هو موجود لان احنا بنعمل جراوت بعد كده للدكت اللي موجود هنا. الكلام ده بيمشي ازاي؟ بروح اعمل اساسات وخوازيق وبعدين اعمل سبورتنج فريم، واثناء ما انا بعمل الكلام ده ممكن اصب عدد من الكاميرات ديت واعمل لها بريست ريسنج. يبقى الموقع شغال دبل، الناس على جنب بتعمل الكاميرات ديت وناس بتنفذ السبورتنج فريم ده.
وبعد ما اخلص ممكن الونش يجي يشيل ده ويرص الكمرات 1 2 3 4 8 كمرات دول. قبل ما ارصهم بكون حاطط ظابط منسوب الركائز، تلاحظ ان الركيزه هنا او الكرسي اللي هنا ده معمول بخرسانه قويه، قصير شويه ده اطول شويه ده اطول شويه ده اطول شويه، عشان اشكل السايد سلوب اللي هو يصرف الامتار اللي هو بيكون في حدود من 1 إلى 2%، عشان الامتار تيجي على الجنب كده واقدر انزلها. فعشان كده بغير في ارتفاعات الكراسي ديت. في ناس تانية ممكن تعمل السبورتنج فريم مايل ذات نفسه، مايل كده مرة وبعدين مايل كده مرة، بدل ما اقعد اعمل كراسي منفصلة. ده دي مدرسة ودي مدرسة، بس اللي بيتعمل دوت هو الكومن، هو الاكثر شيوعا. بعد ما اصب الكاميرا دي واشيلها بالونش احطها، اجي اصب بلاطه من الخرسانه المسلحه، وعن طريق شير كونكتور هنا اللي هي الكائنات البارزه اللي فوق في الحته ديت، البلاطه دي بتمسك كويس مع الكاميرا. يبقى الجردر الاساسي ده بريستريزد، ده له اناليسز وحاله تحميل وهو موجود لوحده كده. لما بنصب عليه البلاطه تبقى حاله تحميل تانيه، لما بحط الاسفلت ومشي العربيات ده حالة تحميل تالتة. بس برضو الأسفلت والعربيات لما بيتحطوا ما بتشيلهمش الجردر الأصلية لوحدها، لأنها بتكون تصلدت ومسكت كويس أوي في البلاطة، وبالتالي بتعامل أنا مع تي سيكشن، جزء من البلاطة من سنتر للسنتر من البلاطة زائد الجردر الأصلية، الاتنين ماسكين في بعض كويس أوي. يبقى ده كومبوزيت سيكشن، تي سيكشن. بأي أحمال بتيجي بعد متأخرة زي الأسفلت وزي اللايف لود بتاع العربيات، ده بيتحمل على القطاع المركب الجديد. أما في المرحلة الأولى الكاميرا تبقى شايلة نفسها، شايلة الأنود بتاعها بس. لما صب البلاطة ممكن البلاطة وهي لسه طرية ما تشيلش نفسها، يبقى وزنها متحمل برضو على الكاميرا الأصلية. لكن لما الاتنين يتسلطوا مع بعض بيكونوا لي بقى الكومبوزيت سيكشن اللي احنا بنتكلم عليه. التيبيكال سيكشنز اللي منتشر قوي قوي حاجه اسمها الاش تو جردر، اشكال كده عامله زي الاي زي حرف اي، بتتعمل بتعملها بري ستريسنج. هنا هنا البري ستريسنج اللي باين دوت بري تنشن في مصنع، لان عدد كبير من السيفن واير ستراند دوت موجود تحت اللي هو مشدود هنا كده. وبعدين بعد ما اعمل الكنات بسيبها بارزه لفوق شويه عشان تمسك في البلاطه اللي انا ناوي اصبها هنا. ادي البلاطه باينه عندنا هنا كده عن طريق الكائنات اللي بارزه ما بين الجردر الاصليه والبلاطه، بيبقى فيه شير كون ما يسمى شير كونكتور، بيخلي الاثنين يشتغلوا تي سيكشن على بعضه يتحمل الاحمال. يبقى برضو هنا عندنا حالتين من حالات التحميل، الجردر لوحدها وهي بعد ما اعمل بري ستريسنج في المصنع واشيلها واركبها بالكوبري، برضو كل ده بتكون شايله نفسها بس. بعد كده لما بصب البلاطه بتبقى شايله البلاطه. بعد كده لما احط الاسفلت واللايف لود يمشي، الاسفلت واللايف لود بيتحمل بقى على السكشن كاملا بعد ما يكون بقى كومبوزيت سكشن. ده التيبيكال كروس سيكشن بتاع الكومبوزيت بيم اللي لازم نعرف بعض الحاجات. في عندنا جردر اصليه اللي هي الاي سيكشن اللي تحت دي، وبعدين البلاطه اللي فوق. الجردر الاصليه دي لازم يكون عندي المعلومات بتاعها، الاريا بتاعتها والانيرشيا بتاعتها حوالين السي جي بتاعها والواي 1 بتاعها، الواي 1 الواي 1 بتاعها والواي 2 بتاعها، وكل الخواص الخاصه بالجردر ده لازم تكون. الاكسنتريستي طبعا اللي هي المسافه ما بين السي جي بتاع الكابلات، ايا كان بقى الكابلات ديت هم عباره عن عدد محدود من الكابلات لو هي بوست تنشن، او عدد كبير من السيفن واير ستراندز او الوايرز لو هي بري تنشن. من السي جي البري ستريسنج فورس لحد السي جي الجردر، ده الاكسنتريستي اللي بتبقى معلومه مهمه جدا اللي هي بنستخدمها في الاناليسيز للقطاع الجردر. بعد ما اصب البلاطه وتبقى ماسكه كويس هنا عن طريق شير كونكتور، ده بيبقى سيكشن على بعضه. سيكشن على بعضه ده محتاج يجيب السي جي بتاعه، سهله طالما معروف كل المساحات وكل الابعاد اقدر اجيب سي جي القطاع المركب الكبير ده. طيب لو عايز اجيب الانيرشيا حوالين السي جي بتاع السيكشن، مفيش مشكله، الانيرشيا حوالين السي جي بتاع السيكشن هو الانيرشيا بتاعت كل المكونات حوالين محورها زائد مساحتها في المسافه تربيع. ازاي؟ بلاطه زي ديت عايز اجيب الانيرشيا بتاعتها حوالين السي جي بتاع السكشن ده، بجيب الانيرشيا بتاعتها حوالين محورها العرض في الارتفاع تكعيب على 12، جبت الانيرشيا زائد مساحتها في المسافه
من السي جي بتاعها لحد سي جي السكشن تربيع. نفس الكلام بالنسبة للجردر دي، الجردر الأصلية ديت لا انيرشيا حوالين محورها عارفها، زائد مساحتها في المسافة من السي جي بتاع الجردر لحد السي جي بتاع السكشن تربيع، ده الانيرشيا. ودي يمكن أصعب خطوة في الكومبوزيت سكشن اللي هي حساب خواص القطاع المركب. ممكن أنفذ الكباري دي بطريقتين. الطريقة الأولى إن أنا بعد ما أحط الجيردرز الونش احطها على الكوبري، اجي اصب البلاطه فاعمل لها شده، والشده مرتكزه على الارض. لو الشده بتاعت البلاطه دي واصله للارض، يبقى اذا وزن الخرسانه وهي طريه هنا وزنها هيروح على الارض، والكمرات دي مش هتشيل حاجه في وزن البلاطه. دي حاله من حالات التحميل يعني. في الاكثر انتشارا اللي بنعمله ده، اللي هو لما اجي اصب البلاطه اخلي نجارين شاطرين يعملوا لي شده مرتكزه على الجردر نفسها، يبقى وزن البلاطه ديت وانا بصبها ولسه خضره لسه ما شكتش وزنها متحمل على الجردر ده. تفرق ايه ده عن ده؟ ده بنسميه انشور، لان الشورنج اللي هي الشده مش واصله للارض، يبقى انشورد في الارض، وده شورد على الارض، ده شورد الشده على وصلة الأرض. ده بتفرق في حالة تحميل. هل في حالة من حالات التحميل الخرسانة وزنها يبقى متحمل على الكاميرا، ولا هنا متحمل على الأرض وهنا بمتحمل على الكاميرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيقا على الحاجات التعريفات اللي قلناها للكومبوزيت بيم، كومبوزيت بريستريس بيم، هناخد مثال كوبري من الطبيعة مش كبير قوي، يعني الاسبان بتاعه 16 متر، كومبوزيت بريستريسد بيم. بنعمل الكاميرا دي ونكررها جنب بعضها على مسافات في حدود 1.40 متر كل كاميرا، بمسافة بين الكاميرا والكاميرا، وبعدين نيجي نصب البلاطة عليها. احنا دلوقتي عايزين نعمل اناليسيس لكاميرا واحده من الكوبري، بغض النظر عن عدد الكاميرات المشتركه. الكاميرا دي بتخدم سبيسنج كامل اللي هو 1.40 متر، البلاطه اللي هنا 15 سنتي، السكشن ده اي سكشن متماثل، كل ابعاده زي ما انتم شايفين معروفه، وبالتالي كل الخواص بتاعته معروفه. البري ستريسنج فورس اللي هي السي جي بتاعها في منتصف البوتوم فلانج ده برضو قيمه معروفه، واللوسز معروفة، كل حاجة معلومة. أمال إيه المطلوب؟ مطلوب إن إحنا نعمل تشيك على القطاع ده الترانسفير، وبعد صب البلاطة، وبعدين في اللايف تايم بعد ما يحصل اللوسز، ونحط الأحمال اللايف لود والأسفلت. المثال بيقول ايه بقى؟ check the stresses in the composite section shown in figure 3 اللي تحت ده. The section is composed of a precast pre-stressed I-beam اللي اتكلمنا عليها، spaced 1400 ملي متر 40، و stop cast in situ بلاطة مصبوبة في الموقع، concrete slab 15 سنتي، span of the bridge 16 متر، واللايف لود تحول لينفورم لللايف لود 16 كيلو نيوتن على المتر مربع. كل متر مربع لما نسيح وزن العربية اعتبرناه 16 كيلو نيوتن على المتر مربع. بري ستريسنج فورس البي الترانسفير 1250 كيلو نيوتن، والسي جي بتاعها لايز ات ذا ميد هايت اوف ذا لور فلانج، الفلانج اللي تحت ديت ده على 20 سنتي، فنصها يعني على بعد 10 سنتي من تحت، ده يعتبر السي جي بتاع البري ستريسنج فورس. فور ذيس بروبلم يوز concrete for the slab with FSU 30، يعني البلاطة اللي هنصبها في الموقع هنحط خرسانة ال FSU بتاعتها ب 30، والفواقد 20%، بمعنى ان احنا بنوصل ل 80% من البري ستريسنج فورس مع بعد فترة من الزمن بعد حدوث الفواقد المعتمدة على الزمن. في معلومات هنا FCUI اللي هي مقاومة الخرسانة وقت تنفيذ البري ستريسنج كانت 40 نيوتن على مليمتر مربع، بعد 28 يوم الاف سي يو بتوصل ل 50، لكن البلاطه اللي بنصبها في الموقع بيبقى التحكم في الكواليتي مش قد كده، فبنقدر نجيب خرسانه 30، ودي مقصوده ان احنا نعمل خرسانه الكاميرا 50 لكن خرسانه البلاطه 30، عشان نعرف ازاي هنتعامل مع التو ديفرنت ماتيريال دول، لان هم اساسا كومبوزيت.
طب المسألة دي تبتدي ازاي؟ المسألة دي على فكرة زي ما قلنا ان هي جزء من مسألة في الطبيعة، كوبري بريستريز بيتكرر كتير. يمكن عندنا في مصر صعب ان احنا نعمل 16 متر سبان نعمله كوبري بريستريز، لكن بره يمكن في الاجواء اللي هي زي كندا والبلاد اللي هي فيها الشتاء في تلج والكلام من ده، فعشان يستغلوا فترة الشتاء فممكن يصنع الكمر ده كله في الشتاء داخل المصنع، وايا كان بقى الكوبري كبير ولا صغير، وبعدين لما يجي فترة الصيف يطلع بسرعة ينفذ الكوبري يكون الكمرات بتاعته جاهزة. لكن احنا في مصر الجو كويس في جميع الاجواء، يعني مثلا عندنا مثلا في كوبري الدخيلة عندنا كوبري طويل جدا، في سبانات فوق ال 40 متر 40 و45 و50، ده عملناها ستيل جيردرز. في سبانات عندنا من 25 ل 35 عملناها بريستريز اي جيردر زي دي بالظبط، بس الاسبانات من 25 ل 35، وفي سبانات اقل من 25 عملناها رينفورس كونكريت جيردرز من غير بريستريسنج. يعني كل انواع السيستمز استغلناها في كوبري زي كوبري اللي طالع من ميناء الدخيله وطالع على الطريق الدولي. فقصدي ان السيستم ده سيستم مكرر او تيبيكال للكباري، بس مش 16 متر، 16 متر بيعملوها بريستريسد بره لان ده اسهل لهم، لكن احنا هنا معانا لحد 25 متر ممكن ما نحتاجش ان احنا نعمل كوبري بريستريسد. المهم المساله بتبدا بايه؟ انا عايز احضر داتا. اول حاجه البري كاست سيكشن، السيكشنز نفسه الاي بيم اللي هو عرضه من تحت 50 سم اهوت، وسمك الفلانجه اللي تحت 20، والويب ارتفاعه الخالص 75%، والفلانجه اللي فوق زي الفلانجه اللي تحت وعرض الويب 20 سم. طب ده سيكشن سهل خالص ان انا احسب الاريا بتاعته والسي جي بتاعه في المنتصف لانه متماثل، في المنتصف لانه متماثل، نأكد على الموضوع ده. فالانيرشيا بتاعته سهلة، انا في بدل ما اقعد اعمل انيرشيا لمستطيلات مختلفة ممكن نعمل تقريب بسيط ان احنا نجيب الانيرشيا لمستطيل كامل عرضه 50 سنتي وارتفاعه 1150 اللي هو ارتفاع الكلي للكاميرا، ونطرح منه بقى الحتتين التجويفتين اللي على الجنب دول. هنا لو دي 50 والويب 20 يبقى في 15 سنتي هنا 15 سنتي هنا، يعني نطرح منه ال 30 سنتي في 750 تكعيب على 12، يعني اعتبرنا السكشن كامل وطرحنا الفجوتين. ده طريقه ممكن بطريقه المبادئ الاوليه ان انا اقسمه تقسيمه ثانيه، اقسمه الفلانشه لوحدها والويب لوحده برضه هحصل على نفس الرقم اللي هو 5 28 في 10 اس 10 ملم اس 4. الاريا مساحه القطاع البري كاست بس، مالناش دعوه بالبلاطه للمرحله الاولى، البلاطه بتكون لسه ما اتعملتش. الاون ويت يعتبر المساحه في كثافه الخرسانه 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب، ده لون. المومنت الناتج من الاون ويت سميناه ام جي، دبليو السكوير على 8 280 كيلو نيوتن. طيب الترانسفير اللي هو يعني بفوركاستنج سلاب، ايه اللي موجود عندنا؟ كاميرا سيمبل السبان بتاعها 16 متر. ايه اللي موجود فيها؟ شايله الانود بتاعها بس. طب فيها ايه؟ فيها بريست ريسنج فورس مقدارها 1250 كيلو نيوتن، ده قبل حدوث الفواقد المعتمده على الزمن. ماشي. الاكسنتريستي من السي جي للبوتوم فلانج لحد نص القطاع واضح جدا، رقم الاكسنتريستي سهل جدا، نص ال 75 37 ونص و10 سنتي ب 47 ونص، ده الاكسنتريستي اللي هي 475 مللي اهيت. فاحنا بنجيب الاستريسز بقى اف 1 اللي تحت عند البوتوم فلانج، الكومبريشن بريست ريسنج على الاريا ده بالناقص، والاكسنتريستي بتعمل مومنت بي في اي على اي في واي 1 اللي هي اللي تحت، والمومنت يعمل شد تحت وضغط فوق، فيبقى بالزائد. لو حسبنا الكلام ده كل الداتا دي معلومه يطلع عندنا ان تحت في كومبريشن 6.99. ال 6.99 لا في الكود قال لك ممنوع تزيد عن 48% اف سي يو اي، ده الكود الجديد. يمكن الكود القديم كان 45% اف سي يو اي، دلوقتي الكود الجديد اللي انتوا درستوه 48% اف سي او اي. 48 في 40 ده رقم كبير جدا، يعني ده مقرب من ال 20، في حين ان انت الاستريسز عندك 6.99 كومبريشن. طب الاف 2 اللي هي اللي فوق بقى الكومبريشن بتاع البريستريسنج كومبريشن، لكن الاكسنتريستي بتعمل شد فوق وضغط تحت، والمومنت الناتج من الاون ووت يعمل ضغط فوق
وشد تحت، فالضغط بالناقص اهوت، فتطلع النتيجة ان فوق ناقص 15%. طب ديت كومبريشن فوق، الكود قال لك لو شد تقارنها مع 22% جذر اف سي يو اي، اف سي يو اي اللي هي 40 اللي هي عندنا في الناحية التانية دي. دي مرحلة الترانسفير، لازم الكاميرا وهي بعد ما عملها بريستريسنج كده في الموقع جنب المبنى جنب الموقع او في المصنع لو كانت بريتنشن، لازم تبقى امنه، الاستريس فوق وتحت تبقى امنه. في بيحصل ساعات كده بعض الديزاينز الخاطئه ان ممكن تكون في المرحله دي الكاميرا نوت سيف، وحصل ان بعض الكاميرات وهم بيعملوها بريستريسنج في المصنع ممكن تتكسر نتيجه لانه مش عامل تشيك على الاجهادات المسموح بيها، وخصوصا الشد اللي فوق دوت اللي هنا ده في مرحله، في هذه المرحله من حالات التحميل. الكلام ده واضح فين؟ الكلام ده واضح في الصفحه الثانيه اهوت، يعني قبل وجود البلاطه السكشن موجود لوحده، النيوترال اكس في المنتصف، واي 1 تساوي واي 2 بالصدفه لان القطاع متماثل، مش ممكن يكون، ممكن يكون حاجه مختلفه عن كده، واي 1 تكون مختلفه عن واي 2. البريستريسنج فورس يعمل يونيفورم بريشر على القطاع لان البريستريسنج فورس موجوده تحت هنا، بننقلها للسي جي بتاع القطاع بقوه وعزم، القوه تعمل يونيفورم بريشر لكن العزم يعمل كومبريشن تحت وتنشن فوق، العزم مقداره ونقل الفورس البريستريسنج في الاكسنتريستي اللي هي من السي جي لحد منتصف الفلانجة، بي في اي على اي في واي 2 فوق، بي في اي على واي 1 تحت، وزائد الناتج من الاون ويت، طلع الكلام اللي احنا كنا حسبناه من شويه، كومبريشن فوق، لو كان تنشن كنت اخاف منه واقارنه ب 22% جذر اف سي يو اي، وده كومبريشن المفروض اقارنه ب 48% اف سي يو اي، طبعا هي لسه بعيده، اذا الكاميرا في هذه المرحله نقدر نقول ان هي سيف. طيب بعد صب البلاطه وانا بصب البلاطه، احنا افترضنا ان هنا صب وزن البلاطه ده هيروح على الارض لو هي شورد، لا هيروح على الكاميرا دي لو هي انشورد، يعني الشورنج مش واصل للارض، فيبقى وزن البلاطه خلال المتر 40 من اول هنا لحد هنا في سمك 15 سنتي، ده وزن عبء اضافي مطلوب من الكاميرا دي تشيله. طب البلاطه بتعمل ايه في المرحله دي؟ البلاطه لسه طريه وخرسانه وما تستحملش غير ان هي وزن بس على الكاميرا هي والشده بتاعتها، هنعمل وزن الشده، فده بيعمل مومنت على الكاميرا. نيجي بعد كده زي ما احنا في الصفحه قبل ديت، ايوه هنا افتر ترانسفير بوك فوركاستنج سلاب، دي اللي قلناها افتر كاستنج سلاب ات ترانسفير بوك فوركاستنج سلاب، دي خلاص الاستريسز الاثنين دول طلعوا سيف. افتر كاستنج سلاب وهي انشورد، يعني الكاميرا مطلوب منها ان هي تشيل وزن البلاطه وهي لسه طريه. الاون ويت بتاع البلاطه السمك في السبيسنج من 1400 متر 40 في جاما بتاع الخرسانة يطلع 5.25 في 16 تربيع على 8 يطلع المومنت الناتج من المومنت الناتج من البلاطة. طيب نعمل تشيك نفس التشيك تاني ان اف 1 هي نفس الاجهادات اللي فاتت بس هتضيف تأثير البلاطة، البلاطة بتعمل مومنت موجب والمومنت الموجب بيعمل تنشن تحت وضغط فوق، فبالتالي نزل راحت ل 15 بدل 6.99 لان التنشن الناتج من المومنت بتاع البلاطه قلل شويه. طيب برضو نفس الكلام الاون ويت بتاع البلاطه عمل كومبريشن فوق، وبالتالي الكومبريشن اللي فوق اللي كان 15% ده زاد بقى 1.98. احنا بنعمل تشيك ليه في المرحله ديت؟ هو ممكن يكون اكيد المرحله دي لو سيف والمرحله اللي جايه بعد كده سيف، اللي في النص بتكون بطبيعه الحال سيف، لكن برضو اهو تسلسل في الحسابات عشان نفهم تسلسل تغير الاجهادات والكاميرا مع تسلسل التنفيذ. اللي بعد كده at working load اللي هو بقى ايه بعد ما البلاطه اتصبت والخرسانه شكت وبقى القطاع دلوقتي بقى تي سيكشن، ما بقاش اي جردر لوحدها، بقى كومبوزيت سيكشن. كومبوزيت سيكشن يعني البلاطه موجوده. طيب البلاطه اللي موجوده ديت وماسكه عن طريق كانات اللي يشير كونكتور ما بين الاتنين، بقى ده سيكشن على بعضه. السكشن على بعضه ده مهمتنا ان احنا نعرف نجيب السي جي بتاع السكشن الكومبوزيت، بقى السي جي هترحل لفوق شويه ونجيب الانيرشيا حوالين القطاع ده. قبل ما نعمل كده لازم نلاحظ حاجه ان المقاومه المميزه للبلاطه اف سي يو ب 30،
دي مختلف عن المقاومه المميزه لخرسانه الكاميرا سابقه الصب لاف اس يو ب 50. ازاي نجمع مساحات خرسانه ضعيفه مع خرسانه اقوى منها شويه؟ قال لك لا، لما تيجي تتعامل مع مادتين كده لازم تحول ماده للتانية. احنا كنا بنعمل كده زمان في الخرسانه، لما نيجي نقول لك هات مساحه القطاع فتقول ايه اريا كونكريت زائد ان اريا ستيل. اسمعنا، ما جمعتش اريا كونكريت زائد اريا ستيل، لان الستيل ماده والكونكريت ماده، مفيش مساحات تتجمع على بعضها، لازم نحول الحديد الى ما يكفي فيه الخرسانه. فكنا بنضرب في ان اللي هي كانت مره ب10 ومره ب15، اللي هي مفادوها معامل مرونه الحديد على معامل مرونه الخرسانه. فهنا برضو الخرسانه الضعيفه اللي فوق ديت عايزين نحولها الى خرسانه شبه الخرسانه القويه دي، فاكيد هنصغر حجمها شويه ونعتبرها بدل 1.40 متر حاجة أقل شوية، بس من النوع اللي هو الغالي، النوع اللي هو قوي. فالعملية دي بتتم ازاي؟ ان انا بضرب في معامل مرونة خرسانة البلاطة على معامل مرونة خرسانة الكاميرا في العرض، العرض 140 اللي هنا ده، او انا بتعامل معاه نشوف هنا باين اهوت، ادي الكاميرا العرض 1.40 متر، وبعدين بحوله الى ما يسمى بالبي افكتيف، بنضرب في معامل مرونة الخرسانة الضعيفة على معامل مرونة الخرسانة القوية، عشان يبقى الحتة المؤشرة ديت هي اكويفالنت للبلاطة المتر واربعين، بس باعتبارها خرسانة من النوع نفس نوع خرسانة اللي تحت. فده تحويل عملة يعني. فلما نيجي بقى عايزين الاتنين دول، الجزء المتهشر ده بي افكتيف مع القطاع الكاميرا، عايزين نجيب السي جي بتاعه. ايه مشكلة؟ مفيش مشكلة، عندي قطاع فوق معلوم وعندي قطاع لتحت الاي جردر عارف كل ابعاده، فاجيب السي جي بتاع القطاع الكلي اللي هو السي جي بتاع الكومبوزيت سيكشن، فهيطلع طبعا اللي يتشد لفوق شوية كده. برضو لما هنا بجيب وانا في النقطة دي بحسب المسافات اللي هنا لحد النهاية ديت، والمسافات من السي جي الجديد لحد فوق خالص، والمسافات من السي جي الجديد لحد تحت خالص، كل دي حسبة بسيطة بحسبها. ايضا لما احب احسب الانيرشا حوالين السي جي بتاع الكومبوزيت سيكشن بعمل ايه؟ بقول ان البلاطة ديت الانيرشا بتاعتها حوالين محورها بي افكتيف في سمك البلاطة 15 سنتي او 150 ملي تكعيب على 12، زائد المساحة مضروبة في مسافة تربيع من السي جي بتاع البلاطة لحد السي جي بتاع الكومبوزيت سيكشن. كأن بنيجي للاي جردر، الانيرشا حوالين بتاعت الاي جردر حوالين محورها معروفة حاسبينها قبل كده، زائد الاريا بتاعت الاي جردر دي في المسافة تربيع، المسافة من هنا لهنا تربيع، يبقى ده الانيرشا بتاعت السكشن على بعض. يمكن دي اصعب خطوه في الموضوع كله، لكن الناس اللي بتحسبها مره ما بتغلطش فيها، لان لو غلطت فيها يبقى كل الارقام اللي جايه بعد كده ايه يعني غلط. فنحاول نتدرب على ان احنا ازاي قطاعات بس قطاع واتنين كده نعرف نحسب السي جي بتاعه والانيرشا بتاعته، ونحاول نقارن بامثله محلوله، وبالتالي ما نغلطش ونعرف احنا بنغلط فين في الموضوع ده. يبقى عرفنا ان احنا هنحول 1400 نضربها في البي في الاي بتاع السلاب على الاي، والاي عباره عن 4400 جذر اف سي يو، 4400 جذر اف سي يو، فاف سي يو اللي فوق ب 30 اللي تحت ب 50، فالبي افكتيف بتبقى اطلع 1084، يعني المتر و40 نزلت الى حوالي متر و8 سنتي. طيب الاريا بتاع الكومبوزيت بقى بنضرب ال 150 15 ال 115 سنتي سمك في عرض البلاطه، العرض البلاطه الافكتيف بقى لك، والاريا الثانيه بتاعت القطاع اللي هي دي. يبقى كده ده نوعيه الخرسانه دي زي دي، يعني يا جماعه صغرت دي عشان تبقى اكويفالنت لدي عشان اقدر اجمع الاثنين على بعض. لحساب السي جي ازوم مساحات من اللي هي بتاعت نقول ثالثه اعدادي جايز، وبعدين الواي 1 اللي تحت والواي 2 اللي فوق والواي 3 عند نهايه البلاطه من فوق، والاي بتاع الكومبوزيت السطر ده هو السر كله في السطر ده، لان لو غلطنا فيه يبقى الارقام اللي بعد كده تطلع غلط. طب نمشي مع بعض كده، هنغلط فيه ليه؟ انت عندك دلوقتي ال 528 في 10 10 دي الانيرشا بتاع القطاع حوالين محوره ماشي، وال 350 دي الاريا بتاعت القطاع في 10 اس 3، في مسافه تربيع اهي اللي هي ما بين السي جي بتاع القطاع والسي جي بتاع السي جي بتاع الجردر والسي جي بتاع القطاع، نقول كده مثلا،
وبعدين الانيرشيا بتاع البلاطه حوالين محورها عرض افكتيف في 150 تكعيب على 12 زائد بعدين زائد مساحه البلاطه اللي هي العرض في السمك في مسافه تربيع مسافه بسيطه خالص 10 في 10 في 10 مليمتر اس 4 رقم مهم جدا لو غلطنا فيه الارقام اللي جايه كلها هتبقى مش مظبوطه. اللايف لود 16 كيلومتر على المتر مربع، ناخد بالنا من المتر المربع دي لان الناس في المساله دي لما جت في امتحان السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان بيغلطوا ال 16 كيلومتر على المتر مربع. طب الكاميرا دي نوبها ايه؟ الكاميرا ديت السبيسنج بتاعتها 1400 يعني متر و4 من 10، يعني اللايف لود اللي ماشي في المتر و4 من 10 ده كله مسؤوليه الكاميرا ديت، فلازم اضرب في السبيسنج عشان اجيب 22 و4 من 10 كيلومتر بالمتر ران في 16 تربيع على 8 دي المومنت الناتج من اللايف لود. مكتوب هام هنا كده عشان ما تنساش تضرب في السبيسنج اللي هي 1.4 من 10. بعد كده بنحسب بقى الاستريس تحت خالص ات لايف تايم، هنلاحظ ان البي انضربت 8 من 10 عشان خلاص حصل لها لوسز. الاريا الاريا بتاعت القطاع بتاعت الكاميرا، وبعدين البي في اي على اي في واي 1، وبعدين الام ديد لود والام سلاب. الام لايف لود هو ده اللي بتقاس بتتعامل مع اي كومبوزيت لان دول كانوا موجودين وقت ما كان الكاميرا لوحدها فالاستريس راحت على الكاميرا لوحدها، وبعدين لما اللايف لود جه بعد مده من الزمن لقى اللي تحت منه بيشيله هي كاميرا وفيها بلاطه، فالاي هنا اي كومبوزيت لكن الاي التانيه ديت اي جيردر. لو حسبنا الحسبة ديت بيطلع 2.45% ده تحت تنشن. تنشن مسموح بالتنشن كام بقى تحت؟ كان زمان مسموح بالتنشن 44% جذر اف سي يو، ربنا كرمها في النسخة الكود الجديد اللي عملناه وخلناها 0.6 جذر اف سي يو، جذر 50 0.6 في جذر 50 يعني رقم كبير اكبر من 2.54 وبالتالي التنشن ده هيكون مسموح بيه. طب لو ما طلعش مسموح بيه يبقى غلط، يبقى لو طلع اكبر يبقى المساله فيها غلط، محتاجه اعاده نظر، محتاجه زياده القطاع، محتاجه زياده البري ستريسنج فورس، تبقى المساله فيها حاجه نصيف. امال احنا بنعمل تشيك ليه؟ الاف 2 هو الاستريس عند نهايه الكاميرا من فوق في المكان ده. الاف 2 الارقام اللي فاتت ديت اللي فوق ديت هي هي لان انا بتجيب عند نهايه الكاميرا عند المكان ده بالظبط اف 2 عند المكان ده. امال اللي جاي ده اف 3 التوب سليب اف 3 في المكان ده، اف 3 مطلوبه في المكان اللي هي في المكان ده اللي هي 3.71. طيب اف 2 طلعت 5.2 من 10، اوكي ما انت بتكون معاك لحد 0.4 اف سي يو يعني لحد 20، فطبعا مساله مريحه خالص 5.2 من 10. الاف 3 اللي هو الاستريس فوق خالص على الكاميرا من فوق خالص ده هتلاقي ان مفيش كل ده بصفر، مفيش غير ده بس لوحده فيطلع 3.71، مفيش غير اللايف لود هو اللي بيأثر على البلاطه. طب 3.71 نيوتن على مليمتر مربع، البلاطه الكاميرا دي بتشيل كام؟ انت تفتكر لو الخرسانه واحنا بنصمم خرسانه عاديه لو اف سي يو 30 كان الاف سي بتاعت واحنا بنصمم وركينج كان الاف سي ب 10.5، يعني التلاته دي لسه بعيده عن ال 10.5. ده التلاته دي كمان فيها سر تاني، التلاته وسبعه من عشره ديت على اساس ان العرض الافكتيف بتاعك 1084، لا ده العرض الحقيقي بتاعك 1400، يعني الثلاثه ديت بتقل كمان بتضربها في 1084 على 1400 يطلع 287، اقل من اف سي اللي موجوده في جدول 5.1 في الكود، بس سوري جدول ما بقاش اسمه جدول 5.1 دلوقتي، بقى جدول تاني في اخر شابتر في الكود في الاخر لان ده تبع الوركينج، كان زمان هو في شابتر خمسه في الكود، الكود الجديد الجدول ده موجود اللي فيه الاجهادات المسموح بيها في حال التصميم بالوركينج ده موجود في نهاية الكود مش جدول 5.1، جدول 5.1 هنا تبقى كلام خاطئ. كده انتهت المسألة بتاعتنا. وده شكل توزيع الاجهادات على القطاع، مكتوب هنا من السي جي هنا
من السي جي لحد تحت واي 1 كومبوزيت سيكشن، واي 1 كومبوزيت من هنا لحد هنا، واي 2 كومبوزيت من السي جي بتاع الكومبوزيت لحد نهايه الكاميرا من فوق، واي 3 من السي جي لحد فوق. احنا حسبنا اللي على الكاميرا الفا اللي هي 8 من 10 بيع الاريا، ده بري ستريسنج فورس وده موجود على الكاميرا الاصليه فقط. التاثير الاكسنتريستي موجود على الكاميرا الاصليه فقط بس مضروب في الفا عشان ده حصل لوسز. تاثير الاون ويت ده موجود على الكاميرا الاصليه فقط. تأثير البلاطة موجود على الكاميرا الأصلية فقط. ليه؟ لأن المسألة انشورد، فبالتالي الكاميرا شالت البلاطة وكانت لسه الكاميرا مش موجودة. طيب لما جه الأسفلت واللايف لود سميناه ML، ML دي تعني اللايف لود وتعني كل أحمال هتيجي لاحقا، يعني دايما عشان كده مش مسمينها ام لايف لود LL، سميناها ML. هي الامبوزد لود اللي بتيجي بعد صب البلاطه او في اللونج تيرم كلها، سواء في جزء من الديد لود زي الاسفلت مثلا او اللايف لود اللي بيجي من العربيات. فام ال دي تعني كل ما هو اتي من احمال بقيه الديد لود بعد مرحله الترانسفير. ام ال على اي كومبوزيت واي 3 ده فوق، دايما الواي ديت هي المسافه من السنترويد بتاع القطاع لحد النقطه اللي انا بحسب عندها. لو عايز تحسب عند منطقه متوسطه كده ايه المشكله؟ ام ال على اي سي في واي 2 كومبوزيت، واي 2 كومبوزيت اللي هي من اول هنا لحد هنا. عايز تحسب تحت خالص يبقى واي 1 كومبوزيت اللي هي من السي جي بتاع القطاع الكلي لحد تحت. ام ال على اي سي في واي 1 سي طلع دي 2.45 من 100 اقل من 0.6 جذر اف سي يو، 0.6 جذر 50 اطلع رقم كبير يعني 0.6 جذر 50 انا فوق الاربعه، يعني انت عندك دي 2.45 يبقى كده اوكي سيف. المكان دوت الاستريسز على البري ستريس اللي هي 5.2 ديت، انت معاك بتقارن لحد 0.4 اف سي يو، 0.4 في 50 يعني بتقارن ب 20 5، دي رقم بسيط. ال 3.7 من 10 ديت بتقارنها ب 10.5، ده كمان مش 10.5 مش 3.7 من 10، ده 3.7 من 10 بتأثر على قطاع العرض بتاعه بي افكتيف، لكن العرض متر و40 فانت تجمع على المتر على البي افكتيف وتقسم على ال 140 فال 3.7 من 10 دي هتقل. وكمان انت بالخرسانه الاف سي يو اللي احنا بنسميها ضعيفه اللي اتعمل منها البلاطه اللي فوق ديت اف سي يو ب 30، مش شويه 30 بس بالنسبه لنا تعتبر شويه لان اللي تحت اف سي يو بتاعتها ب 50، فاف سي يو ب 30 ديت بتشيل معاك حسب جدول اللي في الكود لحد 10.5 كيلو نيوتن على الملي متر المربع، وانت عندك هنا 3.71 لسه هضربها في بي افكتيف على بي طلعت 2.8 من 10 فهنا برضو تعتبر سيف. ماذا يحدث لو قلنا اي حاجه من دول طلعت نوت سيف؟ يبقى المساله محتاجه ريديزاين، اما ان احنا نكبر القطاع اذا كانت حاجه نص سيف، نزود البري ستريسنج. احيانا في بعض الحالات تطلع مرحله من المراحل نوت سيف ويكون العلاج انك تقلل البري ستريسنج، يبقى القطاع بتاعك يعني في بري ستريسنج اوفر شويه، وده حصل معانا زمان في احد المسائل بيعمل بري ستريسنج الكاميرا مقطومه لانه ما عملش تشيك على مرحله الترانسفير منه، ده حصل فعلا يعني. فبيبقى تعمل ريديزاين بحيث ان انت كل خطوه من الخطوات تطلع الاستريسز فيها سيف كده. تمام، وألف شكر.